الحمد لله وكفى والسلام على رسول الله المصطفى لا سيما النبي المجتبى الامين المصطفى وعلى صحابته الكرام التي هي العظام المستفيدين الشرفاء وبعد. نعم الى بدايه المشاهد المساله الثانيه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. وما زلنا مع كتاب بدايه المجتهد لابن رشد رحمه الله، وما زلنا مع كتاب الصلاه. المسألة الثانية، قال أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه. قال المسألة الثانية، صلاة الشخص خلف الصف وحده. أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه، وكذلك تراص الصفوف وتسويتها لثبوت الأمر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلفوا إذا صلى إنسان خلف الصف وحده، فالجمهور على أن صلاته تجزئ، وقال أحمد وأبو ثور وجماعة صلاته فاسدة. وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث وابصة رضي الله عنه ومخالفة العمل به. وحديث وابصة رضي الله عنه هو أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لقائم خلف الصف. وكان الشافعي رحمه الله يرى أن هذا يعارضه قيام العجوز وحدها خلف الصف في حديث أنس رضي الله عنه. وكان أحمد رحمه الله يقول: ليس في ذلك حجة، لأن سنة النساء هي القيام خلف الرجال. وكان أحمد رحمه الله كما قلنا يصح حديث وابصة رضي الله عنه. يصح حديث وابصة. المسألة الثانية، أن الصف الأول مرغب فيه، ورد حديث كثيرة على استحبابه. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجد إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأذن منكم أولو الأحلام والنهى. أبي بن كعب لما ورد صغيرا متقدم في الصف، وكان قد تقدم لأنه أتى إيش؟ أتى سابقا، قال له: ارجع، هذا مكاني، أنا من أولي الأحلام والنهى. ارجع، هذا مكاني، أنا من أولي الأحلام والنهى. وفي دلالة على أن الصف الأول أيضا لا يكون فيه إلا الحفظة. ولذلك قال العلماء: تقدم الكبار أولى ثم ذلك الصغار. ولذلك قال العلماء هنا: إتمام الصف الأول هو الألزم وهو الأشد، لا سيما وأن نبيه صلى الله عليه وسلم قال بأبي هو وأمي: من سد فرجة رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وبنى له بيتا في الجنة. ولذلك كان السلف يتسابقون وسارعون إلى الصفوف الأولى، لا سيما الميامن، لأن النبي كان إذا سلم يعني عن يمينه، فكانوا يقفون عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحرص على الصف الأول أنه يأتي مبكرا، لا يأتي متأخرا، أن يأتي مبكرا لا يأتي متأخرا. قوله: وكذلك تراص الصفوف. تراص الصفوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، قال: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة، يتمون الصف الأول فالأول، يتمون الصف الأول فالأول. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وقوله: أن تسوية الصف من تمام الصلاة على الكمال. وقد قال بعض العلماء: تسوية الصفوف على الوجوه إن عوجت تبطل الصلاة. وهذا قول ابن حزم. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف بيده، وكان قد استدار ليكبر، فورد صدر أحدهم تقدم فرجع فرده إلى الصف. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في الجمعة يقف فيسوي الصفوف الأولى، ثم يقف وينادي على آخر صف بأنه أحدهم يذهب فيسوي الصفوف، يقول: يا أمير المؤمنين استوت الصفوف، فيبدأ يصلي. أنا ممكن أكون وهمت عشان دي صلاة جمعة، يعني قالوا الإمام يكبر عندما يقال حي على الصلاة الإقامة. في مجموعة من العلماء قالوا أن الإمام يكبر عندما يقال حي على الصلاة الإقامة. لا ماشي، هذا أتينا به قبل ذلك وبيناه وأنه صحيح، وقلنا صحيح أنه بعد الإقامة. فكان ينتظر عمر بن الخطاب حتى يقول له: الصفوف استوت. عثمان بن عفان أيضا فعل ذلك. ولذلك كما قلنا كان يمسح بيده وقال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. في رواية في البخاري قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وإقامة الصلاة واجبة على كل مسلم. وهذه إشارة إلى ما قال الله تعالى: ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا حنفاء ويقيموا الصلاة. وتسوية الصفوف لا تقتصر فقط على إقامتها، وإنما أيضا إتمام الصف الأول فالأول، لا يجعل خلل في الصف الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بسد الفرج،
وقال من سد فرجة رفع الله به درجة وحط عنه به خطيئة وبنى له قصرا في الجنة. لذلك ابن حزم يقول تسوية الصفوف واجبة وسد الفرج واجب، فإن جعلوا فرجة بطلت الصلاة، وإن لم يسووا الصف بطلت الصلاة أيضا. ورجال قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحادوا بين الأعناق، فوالذي نفسي بيدي إني لأرى الشيطان يدخل من خلال الصف كأنها الحدف، يعني صغار الغنم، كصغار الغنم شادي صغار الشياطين حولهم في الخلل. وورد رواية وإن كان فيها شيء من الضعف لكن استأنس بها، وصّتوا الإمام وصدوا الخلل، وصّتوا الإمام وصدوا الخلل. وهذه المسألة كما قلنا يعني مشهورة بين العلماء، الجمهور يراها من الكمال فهي مستحبة، فإن لم يصد الفرج فالصلاة صحيحة ونقص الأجر. وابن حزم ورواية وجه عند أحمد تبطل الصلاة بذلك، لأن النبي أمر بها ونهى عن الخلل وقال صد الخلل، قال صد الخلل. ثم ختم بمسألة أخرى، مسألة إذا صلى الإنسان خلف الصلاة خلف الإمام وحده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة منفردا خلف الصف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة منفردا خلف الصف. وهناك رواية أنه قال يعيد الصلاة، وفي رواية وجد رجلا صلى منفردا فقال له استقبل صلاتك ارجع، يعني ارجع فأعد الصلاة. قال له استقبل صلاتك لا صلاة لك، ثم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هذا القول قال الحنابلة وهم أسعد الناس بالدليل، إلا في حالة واحدة، إذا بحث عن الصف فلم يجد، يعني بحث أن يكون في الصف فلم يجد إيش، فلم يجد مكانا، فهنا نقول ليقف منفردا ولا تبطل صلاته، لعموم قول الله تعالى واتقوا الله ما استطعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والجمهور قالوا الصلاة منفردة خلف الصف على الكراهة ليس على التحريم، واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول أن ابن عباس صلى منفردا خلف الصف، لكن يعني كيف صلى منفردا خلف الصف؟ عندما ذهب فصلى على يسار النبي فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يديره، في اللحظات دي كان إيش؟ كان منفرد في، هو كان في الصف لما أداره كان إيش؟ منفردا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هو منفرد خلف الصف. وأيضا ابن عباس فعل معه ذلك، وجابر فعل معه ذلك، فصلى منفردا خلف الصف. وقالوا المرأة تصلي منفردا خلف الصف، قال فصففت أنا واليتيم والعجوز خلفنا، عجوز خلفنا إيه؟ وحدها، والعجوز خلفنا. حديث أبي بكر بأنه ركع على الباب خلف الصف ومشى حتى وصل إلى الصف، لما ركع إيه؟ منفردا خلف الصف. قالوا ولو كانت تبطل الصلاة لقال له إيه؟ كما قال استقبل صلاتك، واستقبل صلاتك هذه الحديث فيها في شيء من الضعف، وإن كان حسنه بعض العلماء. فقالوا هذه أدلة، قالوا هذه أدلة تدل على أن المنفرد خلف الصف صلاته لا تبطل. لم يأمن سلم بن عباس ولا جابر ولا المرأة ولا أبا بكر، وكلها صلاة منفرد خلف الصف. والصحيح الراجح هذا فيه نظر لأمور. الأمر الأول، ابن عباس لم يصلي مريدا خلف الصف، دواقف على شمال الإمام تطبط صلاته بذلك، فصححها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نعم أتى بي عن اليمين، والجابر نفس الأمر. طيب المشكلة الآن في الرجل الذي يعني صلى، أبو بكر صلى منفرد خلف الصف ومشى، قلنا نعم هو مشى لا يعلم كان مجتهدا، لا يعلم أن المشي خلف الصف منهي عنه، والجهل هنا يعظم به صاحبه، لذلك قال له إيه؟ زادك الله حرصا ولا تعود. يعني معنى إيه؟ عذره بجهل. قال الله تعالى المشي خلف الصف، وإن كان بعض الصحابة رأوا أن من السنة المشي خلف الصف، قلنا لا ليس من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعود. مش ممكن نكون لو النهي
في نهي عن الوقوف خلف الصف. كان نهي الشرع قال له في الحديث كيف؟ هنا النهي عموما. يعني نقول له ولا تعود أن تحسبها ركعة، ولا تعود أن تمشي خلف الصف، ولا تعود أن تدخل مع الصف ركعة. يعني كان أصلا الحديث صريح، من أدرك إمام ركعة فقد أدرك الركعة، من أدرك. وهذا دليل واضح على أنه ليس هذا هو الاحتمال، لأنه قال من أدرك الركوع فقد أدرك، ها، من أدرك روح فقد أدرك ركع، مفهوم؟ يعني ولا تعود هنا، ولا تعود المشي، المشي خلف الصف. طب هنا لو كان في نهي عن الوقوف خلف الصف، عن الصلاة في الفرض خلف الصف، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الحديث ولا تعود أيضا وقال لا تعود. هو عرف ماذا فعل، الذي فعل أنه صلى خلف الصف ومشى، هو عالم الذي عمله لأنه سمع جلبة. يعني فكان النهي عن اللي هو عمله، سواء كان مشي أو عن اللي هو عمله، فيكون منفردا ويكون ايش؟ ماشيا، مفهوم؟ فنعم، وكان مجتهدا. يبقى لنا ان حديث استقبل صلاتك صححه الالباني وغيره، فمن قال بالتصحيح انتهى. هو حديث وقفت انا واليتيم وام سليم، وام سليم خلفي. الاجابه عليها ان هذا مقام المراه، لا مقام لها الا ذلك. المراه لا تصف مع الرجال، المرأة لا تصف مع الرجال، تصف خلف الرجال، فهذا مقامها. لو صفت مع الرجال بطلت صلاتها، فهذا مقامها، مفهوم؟ إذن الصحيح الراجح في هذا الباب لأن المنفرد خلف الصف الحق أنه تبطل صلاته، المنفرد خلف الصف تبطل صلاته. طب ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ قال يجذب شخصا، وهذا حديث جاء أنه يجذب من الصف مصليا، وهو حديث ضعيف جدا لم يصح، وهذا باطل. لأنه لو سحب شخصا أتى بمفاسد. المفسدة الأولى يضيع عليه صلاته، يكون من العوام جاهل، يقول له من اللي بتعمله، أنتوا اخترعتم في الدين، أنتوا اللي عنده، فاهم؟ ويسبه كمان. الأمر الثاني، لا، كان أخا ملتزما يعلم متعلم، علم أنه يأتي به من أجل أن لا يكون منفرد خلف الصف، هيا ماذا أفعل؟ يسد الصغر عنده، وبعدين هذا هو أحسن رأيك. لما بنيجي نصلي مثلا في العمري وبلاقي حد، ساعات بلاقي حد من العوام بيصلي منفرد، ومع إن فيه صفوف تانية ممكن يخش فيه، فبروح أنا بتقدم عشان ما ضيعش عليه صلاته، فتقدم أقف جنب منه يعني. فده تنزل منزلة الاستدارة اللي استدارها جابر رضي الله عنه. أو أنت بتقول بتعمل إيه؟ بلاقي حد منفرد دخل في الصلاة منفرد، طب أنت رايح له براقه، بس هو ده صحيح. طب هو الوقت اليسير اللي هو مثلا دخل فيه في الصلاة إن شاء الله يغتفر، يسير يغتفر، على سيدنا عباس وجابر، نعم، يغتفر بإذن الله، جزاكم الله أحسن الله. طب ماذا أفعل؟ أنا أقول يمشي إلى الإمام، لو ما في الصفوف انتهت يمشي إلى الإمام ويصلي بجانب الإمام، ما في ينتظر حتى يدخل آخر ويصلي به يعمل صف. هذا صحيح، وهذا صحيح. آخر في الإمام ولا يضيع على الصف الأول، ما يضيع، ما هو الأجر ثابت بتقدمه. ما كيف هو فعل؟ إن خشي تسليم الإمام ولا يوجد أحد يصلي معه، يصلي من فرق خلف الصف. لو ما وجدش أي شيء وصلى من فرق، هيكون في حالة خاصة واتقوا الله ما استطاع. فكان الأفضل ينتظر حتى يدخل أحد آخر فيصف معه صفا. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف واحد بيصلي واحدة قال له قاعد صلاته كذا على الصحيح. الرواية دي كان المشكلة كلها في زياد بن أبي الجعد. الرواية دي بتثبت إن زياد بن أبي الجعد ووابصة الاثنين راحوا الوابصة، شيخه راحوا الاثنين راحوا الوابصة، فقال له، فسقطت الإشكال اللي عملوه في الحديث، إشكال الحديث نفسه. هما أشكال الحديث إن زياد بن أبي الجعد ضعيف، هلال بن يساف أخذ زياد وذهبوا إلى وابصة. نعم نعم، ولذلك حسن الألبان بذلك. نعم، بنزل الرواية. الشيخ منهم من يضعف الصلاة لا، ومنهم من يضعف ذلك، الجمهور هم الذين يضعفون ذلك ويضعفون له استقبل صلاتك يضعفونها. هلال بن يساف كله انفرادة، مش كويس دلالة رجالة على الانفراد. ايه قياس دلالة حبيبي؟ قياس الرجل على المرأة في باب الحيوان بالحيوان. نعم حبيبي.
لا لا يقصر على المرأة حبيبي، هذا مقام خاص بالمرأة، وذلك المرأة لو وقفت أمام الرجل تبطل صلاته يعني في قول جميل. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.